السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو عارف يا سماحة؟ نعم. الواحد مثلا لو بيتاجر في سلعة وبيوديها مثلا بيبيعها المحلات، فبيبيع المحل مثلا ب 10، في واحد ممكن يتواصل معاه ياخدها ب 9، وفي واحد ممكن ياخدها ب 7، وواحد ممكن ياخدها ب 10، هل كده مثلا؟ لا، ما دامت السلعة سلعتك لست مندوب مبيعات لشركة، السلعة سلعتك، الشركة ليست لك شركة تلزمك بسعر معين، فالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا. يعني خاصة بي أنا بس، أنا أيوة هل أيوة. كده لا 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 مانع، مباح يعني. إذا كان عندي سلعة بعت جزءا منها لزيد ب 10، بعت جزءا لعمر ب 17، لا إشكال علي. أي واحد، أنا قصدت الاختلاف في الأسعار. طيب مباح يعني، ما بليش الله يوفقك.